نذهب الآن إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية مع مراسلتنا دارين الحلوة. دارين، كيف يبدو المشهد لديك؟ هل ما زال الهدوء الحذر سيد الموقف؟ طبعا الهدوء الحذر كما ذكرتي هو سيد الموقف تحديدا في داخل إسرائيل، حيث وصلنا إلى نقطة حدودية قريبة جدا من إحدى المستوطنات، حيث يبدو واضحا الاستنفار الإسرائيلي في الجانب الآخر. كل هذه المنازل نوافذها مقفلة بشكل لافت، هناك وجود لعناصر عسكرية في الجيش الإسرائيلي تتواجد في أكثر من نقطة معززة، بالإضافة إلى وصول دبابات الميركافا قبل قليل، وتم طبعا إخفاؤها في أماكن تحت الشجر حتى تبقى بعيدة عن الأعين. ولكن هناك أيضا منازل بالإضافة يعني إلى الأماكن التي استحدثها الجيش الإسرائيلي في الساعات الماضية لإقامة عناصره فيها، هناك وجود لعناصر هذا الجيش داخل هذه المنازل، عدد كبير من سكانها أخلوها وتم يعني يقيم فيها عناصر الجيش. صباح اليوم قاموا برفع هذه الأعلام على طول هذا السياج، طبعا في إطار رفع حركة أو نسبة التأهب في هذه المنطقة. هي منطقة حدودية قريبة جدا من المناطق اللبنانية. في المناطق اللبنانية يمكن الحديث أيضا عن تأهب في صفوف ويجري في هذه الأثناء حسب ما يعني تبين الكاميرا إنزال جدار بلوكات إسمنتية لتدعيم هذا الجدار. في هذا الأثناء تجري هذه العملية، إذن يبنى جدار إسمنتي عند هذه النقطة كما تبين الصورة، ربما لخشيتهم من إمكانية حصول أي حادث تسلل من الجانب اللبناني. إذا بالعودة إلى الجانب اللبناني، أشير إلى أن الاستنفار هو في صفوف الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية التي تسير دوريات بشكل مستمر بالتوازي مع الجيش اللبناني الذي أقام عدة نقاط تفتيش وحواجز متنقلة للحقول دون وصول عدد من المناصرين والمتحمسين الذين كانوا بصدد الإعداد لتحرك داعم لأهالي غزة ولكن منعوا من قبل الجيش اللبناني من الدخول إلى المناطق الحدودية القريبة. يبدو أن هناك قرار لدى الجيش اللبناني بالحقول دون حدوث أي فوضى أو أي تحركات قد تجر البلاد إلى توترات عسكرية ليست البلاد في واردها الآن. هذا الأمر شاهدناه وعلمنا أيضا من الضباط الموجودين على الأرض بأن أي تجمعات أو تحركات إن كانت داعمة أو غير ذلك لن يسمح لها بأن لن يسمح لها بأن تحصل، ولن يسمح بالاقتراب من السياج الحدودي، وذلك رغبة منهم بضبط هذه المنطقة الحدودية والحقول دون تمدد نيران التطورات العسكرية إلى الداخل اللبناني. وهذا طبعا أمر مفهوم. طبعا بالأمس كان حزب الله قد أعلن في بيانه ما يشبه انضمامه إلى هذه الحرب، وهو الذي نفذ أيضا استهداف لثلاث نقاط عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، استدعت استنفارا كبيرا في الحدود الشمالية من الجانب الإسرائيلي. وربما يكون هذا هو الهدف من قبل حزب الله بأن يخفف الضغط على حماس ويشغل الإسرائيليين بالجبهة الشمالية، وهي جبهة خطيرة جدا في حال بالفعل قرر حزب الله فتح هذه الجبهة أو القيام ب أي عمليات أو استهدافات من هذا الجانب. وهنا لابد من الإشارة إلى أن بالأمس عندما استهدف حزب الله النقاط التابعة للجيش الإسرائيلي كان ذلك خرقا لقواعد الاشتباك التي كانت سائدة في السنوات الماضية، حيث كان يجري إطلاق الصواريخ من دون استهداف أهداف محددة قد توقع إصابات في صفوف إصابات بشرية. ولكن بالأمس تبدل هذا الوضع طبعا ربطا بما
تشمله أو تحمله هذه التطورات العسكرية من تبدل في موازين القوى ميدانيا. طيب، شكرا لك مراسلتنا دارين الحلوة، كانت معنا من الحدود اللبنانية الإسرائيلية.